الطيارة. انت لازم تعلميني بقى. لما يبقى عندك وقت. الجميل مكشر ليه؟ مفيش. لا في، انا عارف. عارفة هون على بالك خالص. الله 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 الله، ايه الكلام ده؟ ده انت ست الكل. ايوه زعلانة منك. زعلانة مني؟ مع اني انا مش عارف انت زعلانة مني ليه، لكن حقك عليا. اخر كلام؟ اخر كلام. طب ماشي سامح. على فين؟ نعم يا ستي. دي شنطة الأسرار بتاعتي. أعتن محدش شافها قبل كده ولا حتى ماما. كويس أوي. الله الله الله، إيه ده؟ حاجات دي حاجات ماما؟ لا حاجاتي. دي حاجاتك؟ آه. طب ما بتستعملهاش ليه؟ بستعملها بس في السر انا لوحدي، عشان بابا ما كانش بيحب ان انا احط مكياج وانا ما بحبش ازعل. احسن شكلك كده احسن. بجمد مره. وايه ده كمان؟ عمر الشريف. الى حبيبتي سلمى. عمر الشريف ده عمر الشريف اللي بعت لك؟ عمر اللي بعت لك الصوره دي؟ انا اللي كتبتها لنفسي. بعتلك صورتي وما ردتيش عليا، قعدت منتظر 3 ساعات امبارح على القطر وما جيتيش. اول ما هتخرج هعمل اللي انت عايزاه. بحبك. ايه كل الشراء دي؟ عبد الحليم؟ اه اسمي بحبه قوي، بموت فيه. انا ما حبيتش قبل كده بس عرفت يعني ايه حب من كلام اغانيه. خد الكاسيت ليك عشان بقى تسمعه تبقى تفتكرني. تجربة السجن شرخت كامل من جوه. لما كنت بزوره الفترة الأخيرة كان وقت الزيارة يمر من غير ولا كلمة، كأن ما بقاش في كلام يتقال. لما رحت له في آخر زيارة وعرفت إنه مات صدمت صدمة كتيرة قوي، شلت كل تفكيري. فضلت مدة مش عارفة أعمل إيه غير إني أقعد تحت الشجر والمعيز ترعى حواليا، تقعد بحلقي مقلي. عارف المعيز لها عيون فيها حزن غريب. بعد فترة حسيت اني ما بقاش في حاجة تهمني كتير، لا كامل ولا البيت ولا الارض ولا حتى سلمى. ولقيت عندي رغبة غريبة، حسيت اني عايزة مقمق زي المعيز. متضحكش، الأفكار المجنونة ممكن تيجي لأي حد حاسس بوحدة، وحدة حقيقية. أنت فاهم؟ أه طبعا فاهمك. أنا مش عارفة بقولك الكلام ده كله ليه. حاجة هبلة والسلام. بحب بحبك بحبك. بحبك.
يلا يا جماعه بقى هموت من الجوع. وفاء بقالي ساعه في الحمام يا وفاء. حاضر يا عزه. حاضر. يلا يا جماعة. يلا أنا جاية أهو. يلا جميل. يلا حبيبتي خدي. حلوة وملعوبة. أنت بشرة. عادي عادي. بشرة. بنت لو عملتيها مش هلعب معاكوا تاني. طبعا أنا بلاقي أنا يلا. يلا ماشي. شيلي بعينك. بصر يا ولطجية رابعة تسعة نزلت خلاص يا ماما. وريها لي وريها لي. اهي قومي اهي. انت بنت مرطوب بقى. طيب انا مش هلعب معاك. واحد الكبس ده منحبس. اطلع انا اشم شويه هوا برا. بقول ايه؟ مش نطلع ننام بقى كده كلنا؟ ولا مش جاي له نوم؟ ننام برضه عشان ورانا شغل من الصبح بدري. اه مش ده كلامك انت يا عزه؟ يلا يلا. سلام. بالراحة يا بنتي يا بنتي ما صرتشيش. بس يا بنتي. يلا 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 يا جماعة. ايه ده عملتهم طب اهو. رش المية حلاوة رش المية حلاوة. Oh!
الخير. شر. سم الشر تتدخل في سلوك الإنسان من 5 حروف. الطبيعة؟ لا، أولها غين. غريزة؟ صح. غريزة. طيب الاستحواذ من 8 حروف. سيطرة؟ طيب من 8 حروف. الامتلاك. الامتلاك. دماغي هتنفجر من الصداع. عشان تبقي تسمعي كلامي. عارفه اقول لك غيري هدومك، غيري هدومك مفيش فايده. اديكي سكتشي لحد ما اخدتي بالك. لا يا عارفه، دي بنت سخنه بتترعش. مالك يا سنة؟ تترعش بتترعش يا بنت. لمونتها سخنه كده بتدفع تصبح الصبح ازاي فاهم؟ ما هبش اللمونتها الصبح. تعالي يا ماما عشان تستريحي في سريرك، يلا. انا اقعد معاك شويه ماما. يلا يا سنة بلاش دلع، قومي. قومي. خليكي جنبي يا ماما، ما تسيبينيش. انا جنب كابتن. طم 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 طم